أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تعليق عدد من الوزارات عملها في العاصمة المؤقتة عدن بسبب تمرد وانقلاب المجلس الانتقالي التابع للإمارات. أعلنت وزارة الداخلية تعليق العمل في الديوان العام للوزارة ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية في العاصمة المؤقتة عدن. وقال بيان للوزارة أن كل الإجراءات والتصرفات بعد تاريخ وساعة صدور هذا الإعلان تعد غير قانونية ومعدومة الأثر وتعرض مرتكبها للمحاسبة. هذا وأعلنت وزارتا النقل والخارجية تعليق عملهما في عدن على خلفية سيطرة المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان المجلس الانتقالي التابع للإمارات رفضه الانسحاب من المواقع الحيوية التي سيطر عليها في العاصمة المؤقتة عدن. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل يمكن لهذه الخطوة أن تضع المجلس الانتقالي أمام حقيقة عدم تمكنه من إدارة الدولة وبالتالي تسليم مؤسساتها؟ وماذا عن المواطنين المتضررين من تعليق عمل الوزارات والمؤسسات؟ نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش. موجة جديدة من الصراع تحتدم بين الشرعية والانقلابيين في عدن بعد إعلان العديد من مؤسسات الدولة والوزارات الخدمية تعليق عملها في العاصمة المؤقتة، ما يجعل الانقلابيين في مواجهة مباشرة مع حاجيات الناس ومتطلباتهم. وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الداخلية تعليق العمل في الديوان العام للوزارة ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية، مشيرة إلى أن كل الإجراءات والتصرفات بعد تاريخ وساعة صدور هذا الإعلان تعد غير قانونية ومعدومة الأثر وتعرض مرتكبها للمحاسبة. كما دعت جميع الضباط والأفراد وكافة منتسبي الوزارة لمواجهة الانقلاب المسلح على الحكومة ومؤسسات الدولة وإفشاله. وزارة النقل هي الأخرى أعلنت تعليق عملها في العاصمة المؤقتة نتيجة انقلاب المجلس الانتقالي التابع للإمارات على الحكومة الشرعية. وأشار التعميم الذي أعلنه وزير النقل صالح الجبواني إلى أنه سيتم الإعلان عن استئناف العمل بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب. يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تكذيب الانقلابيين ما نشر عن تسليمهم للمواقع التي تمت السيطرة عليها، حيث أكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم أن قوات المجلس لم تنسحب من المعسكرات والمواقع الحيوية، وإنما انسحبت فقط من بعض المرافق الخدمية. وأوضح هيثم أنه لم تكن هناك انسحابات بمفهومها العام، وما جرى يندرج فقط في إطار التفاهمات مع دول التحالف بتسليم بعض المرافق الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين مثل البنك المركزي ومستشفى الجمهورية التعليمي والمجمع القضائي. وأضاف متحدث الانتقالي أن عملية تأميم هذه المرافق ستكون مشتركة بين المجلس والتحالف لضمان عدم تواجد أي عناصر قد تخل بالأمن لصالح الحكومة الشرعية. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، كما وأرحب بضيوفي من العاصمة المؤقتة عدن المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، أيضا من إسطنبول المحلل السياسي الدكتور عادل دشيلة. أبدأ معك أستاذ عبد الرقيب، يعني اليوم وزارتي النقل والداخلية أعلنتا تعليق عملهما في العاصمة المؤقتة، قبل ذلك أيضا وزارة الخارجية أعلنت تعليق عملها، برأيك يعني ما هو الأثر المتوقع لقرار هذه الوزارات تعليق عملها؟ بداية التحية لك ولضيفك ولمتابعي القناة. إعلان الحكومة، إعلان الوزارات الثلاث حتى الآن، وهي الخارجية والداخلية واليوم النقل، هذا هو الإجراء الصحيح. والأصل أن تعلن جميع مرافق الحكومة، أن تعلن إعلانا شاملا
لأنها تعلق أعمالها، لأنه لا يمكن أصلاً، لا يمكن أساساً ممارسة العمل في ظل هذا الواقع المختل، في ظل الانقلاب. عدم اتخاذ هذا الإجراء يعني شرعنة أو ترك الأمور على ما هي عليه أو التماشي معها. اليوم بإعلان وزارة النقل والداخلية والخارجية تعليق أعمالهم في العاصمة المؤقتة عدن، رأينا اليوم الأحد وهو أول أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، رأينا الشلل الكامل والتام في محافظة عدن، وكأنه تعبير صامت من قبل مواطني عدن عن رفضهم لهذا الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي التابع للإمارة العربية المتحدة. هو احتجاج واضح، لا حياة في ظل الميليشيات، لا استقرار في ظل الميليشيات. حتى المجلس الانتقالي والحزام الأمني هي عبارة عن ميليشيات قادمة من الأرياف ومن المناطق الجبلية. الجهاز الإداري في عدن قوامه أو ما يمثل أبناء عدن 90% من أبناء عدن. أستاذ عبد الرقيب، يعني ما هو رد فعل الشارع في العاصمة المؤقتة عدن على قرار هذه الوزارة تعليق عملها وتعطيل مصالح المواطنين؟ بكل تأكيد فيحصل هناك تضرر للمواطنين ومصالح المواطنين، وهناك يعني أمور سيعانيها المواطنون. لكن الكرة اليوم يجب أن توضع في ملف هذه الميليشيات، يجب أن يوضع التحالف الإمارات والسعودية أن يوضعوا في الزاوية. أنتم اليوم تستطيعون بإشارة واحدة، برسالة واحدة، أن توقفوا هذا العبث الذي يجري في عدن. يتحمل الانقلابيون في المجلس الانتقالي والمملكة العربية السعودية والإمارات يتحملون جميعا أي عواقب، أي مأساة، أي معاناة قد تنعكس على المواطنين. أن يضج المواطنون، أن يتحرك المواطنون، فيتحرك العالم معنا، أن تدان هذه الفعلة وهذه الفضيحة وهذا العرث الذي يجري في عدن. هناك معاناة ستحصل، لكن أن نتماشى معها وأن تبقى الأمور على ما هي عليه، وأن تأتي الحكومة الشرعية كمحلل وتعمل الإدارات والوزارات والمرافق. نعم. سيد عبد الرقيب، سنعود لمناقشة هذه المسألة، مسؤولية التحالف حول ما يحدث في العاصمة المؤقتة. أنتقل إليك ضيفي دكتور عادل دشيلة، يعني عدم قبول الانتقالي بالانسحاب من المناطق التي سيطر عليها، يعني هل تتمكن الحكومة بقرار تعليق العمل في عدد من الوزارات من الضغط عليه وإجباره على الانسحاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا المجلس الانتقالي ينقلب على الحكومه الشرعيه بدعم من التحالف العربي، بدعم مباشر، ويقول بان الحكومه اليمنيه تعاقب المواطنين في العاصمه المؤقته عدن. يعني هذه عصابات غريبه الاطوار، كيف يفكر هؤلاء؟ يعني انقلبوا على دوله شرعيه في عاصمه البلاد وفرضوا امر واقع بقوه الحيد والنار، ثم يطلع الناطق الاعلامي باسم المجلس الانتقالي ليقول بان الحكومه اليمنيه يعني تعيق اعمال المواطنين وانها تعاقب المواطنين في العاصمه المؤقته عدن. هذه العصابه يحركها الريموت الاماراتي، وبالتالي الحكومه الشرعيه سواء اعلنت بعض الوزارات بانها علقت اعمالها او لم تعلق، الحكومه الشرعيه خرجت تماما من المشهد من داخل العاصمه المؤقته عدن. الان من يدير المشهد عسكريا وسياسيا ويتحمل المسؤوليات المباشره هو التحالف العربي المقام الاول وميليشياته المسلحه. وبالتالي انا يعني بدلا من ان تقوم هذه الوزاره او تلك الوزاره، باعتقادي على الحكومه اليمنيه ان تسلم دفه الحكم للتحالف العربي وان تكاشف التحالف العربي. تقول للتحالف العربي انتم اتيتم لنصره الحكومه الشرعيه وانتم من فرضتم امر واقع وقمتم بانقلاب في عدن، وبالتالي عليكم ان تتحملوا مستقبل البلد ويسلموا الامور بكل اريحيه. اما ان تظل هذه الحكومه تقول بانها تعلق هذه الوزاره، فانا اعتقد ان هذه هي يعني يقوم بنفس الدور التي تقوم بها الميليشيات المسلحه، ولا فرق بين هذه الحكومه والميليشيات المسلحه في عدن. نحن امام يعني واقع جديد، امام تطور خطير، الحكومه الشرعيه خارج اللعبه تماما، والانقلاب جاء من قال بانه جاء ليدعم هذه الحكومه. نعم.
إذن يعني اليوم هناك من يقول بأن ما يحدث في المناطق تحت سيطرة الشرعية ويعني يستهدف الشرعية ويستهدف تواجدها وفقد سيطرتها على هذه المناطق، برأيك يعني هل هو الحل تسليم الدفة للتحالف للاستمرار أو لقيادة هذه المناطق؟ طبعا التحالف العربي في المناطق المحررة هو أعاق عمل الحكومة الشرعية منذ اليوم الأول، ولم يسمح لهذه الحكومة أن تقوم بواجباتها القانونية والوطنية تجاه الشعب. يعني على مدى الأربع سنوات الماضية، والحكومة اليمنية تعرف جيدا أن من يدير دفة الحكم في العاصمة المؤقتة عدن بطريقة مباشرة هو هذه الميليشيات المسلحة، حتى أن رئيس وزراء الحكومة اليمنية قال في أحد خطاباته بأنه جاء لأنه رئيس وزراء خدم، أي أن الرجل كأنه مدير جمعية خيرية جاء ليساعد المواطنين داخل عدن، وهذا كان باتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني هذه الدولة، هذه الحكومة مسلوبة الإرادة، منزوعة القرار، ومن يدير المشهد عسكريا هو الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي بكل تأكيد اليوم التحالف العربي يعني بهذه الأعمال التي جاء يعني التي يقوم بها في العاصمة المؤقتة عدن، هو يقدم هدية مجانية للجانب الإيراني. يوم أمس إيران اعترفت بسفير حوثي لديها، أي أن الإمارة، أي أنه قد ربما يكون بأن هناك لعبة بين الإمارات وإيران على تقسيم الأدوار في اليمن، وهناك ميليشيات مسلحة تقوم بدور وظيفي في صنعاء وفي عدن، والحكومة الشرعية خارج اللعبة تماما. الآن يتم سحب البساط الشرعي من تحت هذه الحكومة. الحكومة اليمنية إذا قالت بأنها ستحول أعمالها إلى عاصمة أخرى، معنى ذلك انتهت إلى غير رجعة. لا خيار أمام الحكومة اليمنية سوى أن تكاشف التحالف العربي بأن يعيد الأمور إلى نصابها في العاصمة المؤقتة عدن، أو أن تسلم زمام الأمور للتحالف العربي ويتحمل المسؤولية القانونية أمام الشعب وأمام المجتمع الدولي باعتباره محتل. هذا هو التصريف الحقيقي للتحالف العربي. ابقى معي سيد عادل. أعود إليك ضيفي عبد الرقيب. يعني كيف يمكن فهم موقف الانتقال الذي يرفض الانسحاب وفي ذات الوقت يقول أنه معترف بشرعية هذه والترويج له من قبل أو الترويج من قبل التحالف للانقلابيين؟ يعني ألا يمكن فهم أن هناك تنسيق بين التحالف والانقلابيين على ما حدث في عدن؟ المجلس الانتقالي، الحزام الأمني، النخب، هذه أدوات كما تفضل ضيفكم من اسطنبول، هذه أدوات صنعها التحالف، صنعتها الإمارات، وأمام سمع وبصر المملكة العربية السعودية وصمت الحكومة الشرعية والرئيس عبد الرب منصور، هذه الأدوات تدار بالريموت كنترول برسالة واتساب من قبل الحاكم الإماراتي. هذه الأدوات هي التي تحركها الإمارات، واصبح اليوم انكشفت اللعبة أن المملكة العربية السعودية جزء من هذا الواقع. بالتالي الحكومة أو التحالف العربي الذي جاء لعودة الحكومة الشرعية ولنصرتها ولإنهاء الانقلاب في صنعاء، ها هو اليوم يذبح الحكومة الشرعية في عاصمتها المؤقتة عدن. التحالف العربي الذي جاء كما يزعم لإنهاء تمدد إيران ونفوذها في اليمن، ها هو اليوم يمنح حكومة الحوثيين اعترافا دوليا، إيران تعترف وتجتمع يجتمع ممثل الحوثيين بأربعة دول أوروبية. في نفس الوقت الأشقاء العرب يذبحون الحكومة الشرعية اليمنية في عاصمتها المؤقتة عدن ويطردونها من عدن. هذا الواقع المقل يجب على الرئيس هادي الذي هو صامت حتى اليوم، على رئيس الحكومة الذي بالأمس شكر السعودية والإمارات وشكر التحالف وشكر المجلس الانتقالي، يجب عليهم أن يخرجوا من هذا الصمت وأن لا يستسلموا لهذه المداراة والامتصاص الصدمة والغضب وذر الرماد على العيون الذي تمارسون المملكة العربية السعودية تحديدا. اليوم لم نسمع تنديدا دوليا، لم نسمع العالم يهدد بالحدث الذي حصل في عدن. لماذا؟ لأن رئيس هذه، لأن الحكومة الشرعية لم تنطق، لن يساعدون العالم ما لم نساعد نحن أنفسنا. بالتالي على هذا الصمت أن يخرج وأن يكسر هذا الجدار وأن نخاطب العالم بهذه المأساة. سيد عبد الرقيب، يعني برأيك لماذا هذا الصمت المريب والخنوع الكامل من قبل الرئيس هادي؟ يعني الرئيس هادي عودنا في مختلف الأحداث الجسام التي هناك حصل انقلاب سابق في عدن في يناير العام الماضي، لم يخرج إلينا.
اليوم يكرر نفس المأساة. هذا الصمت المريب، هذا الصمت الذي يصل إلى حد التواطؤ، هو يجب أن يخاطب هذا الشعب. ما الذي يدور؟ يتحمل مسؤوليته التاريخية، فيلعن التاريخ، فيلعن التاريخ كل الصامتين، كل المتآمرين في هذه المرحلة. الرئيس هاري انتخبه هذا الشعب، وأن يسمح لنفسه أن يحاصر كجثة في فندق بالرياض بين وطنه وعاصمته وشعبه، يذبحون من قبل هذه الميليشيات ومن قبل هذا التحالف الغادر الذي انكشفت عنه كل أوراق السود. هذه مفارقة وهذا واقع لا يمكن السكوت عنه، ستلعنه الأجيال والتاريخ ولن يرحمونه. نعم. إذا سيد عادل، ذكرت في مجمل حديثك أن على الحكومة الشرعية إما أن تكاشف التحالف أو تسلم له دفة الحكم والقرار. إذا فعليا ماذا ينبغي على اليمنيين؟ ما الذي بقي أمامهم لاستعادة السيطرة والسيادة على القرار الوطني؟ للأسف الشديد لم يتبقى أمام الشعب اليمني أي خيار آخر سوى المقاومة. هذا آخر ما تبقى لأبناء الشعب اليمني. نحن اليوم نطعم بخنجر مسموم من الأشقاء في دول الخليج العربي، وهناك خنجر مسموم فارسي يطعننا من الخلف، وهناك مجتمع دولي متواطئ مع أصحاب المال في منطقة الخليج العربي. الحكومة الشرعية من يعول عليها فهو كمن يعول على رجل ميت، ومن يعول على الرئيس هادي فهو فاشل. هذا الرجل لا يعول عليه، هذا الرجل متواطئ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الرئيس الشرعي الذي يختبي داخل القصر الناصرية لا يصلح أن يدير دفة الحكم داخل الغرفة التي يستقر بها. اليوم نحن أمام واقع خطير، يعني الرئيس اليمني حصل انقلاب وراء انقلاب، والرجل ولا يتكلم بشيء، ولا كأنه رئيس دولة شرعية، ولا يكاشف الشعب، ولا يتكلم بالحقائق. معنى ذلك ليس هناك أي تفسير سوى أن نضع هذا الرجل في دائرة الاتهام المباشر والخيانة العظمى للشعب اليمني. اليوم نحن أمام واقع خطير، نحن أمام سيناريو تقسيم خطير. المجتمع الدولي لا يعترف إلا بالقوة. اليوم إذا كان هناك قوة حقيقية تفرض نفسها على الأرض فسيعترف المجتمع الدولي بهؤلاء. رأينا قبل أيام هناك حتى أن هناك خبراء أمريكيين ينصحون الإدارة الأمريكية بأن تتحاور مع جماعة الحوثي بشكل مباشر باعتبارها من يسيطر على الأرض عسكريا. واليوم يقدم نفسها المجلس الانقلابي في عدن، هذه الميليشيات التي هي يعني لفيف من العصابات المسلحة وأيضا الجماعات الإرهابية وأيضا بعض الطبقة التقليدية القبلية المعروفة تاريخيا بصراعها المناطقي في عدن، تقول بأنها تريد أن تحارب الإرهاب وتقدم نفسها على المجتمع الدولي بأنها تواجه الإرهاب، بينما الحكومة الشرعية التي تمتلك زمام الأمور وتمتلك يعني الشرعية الدستورية والقانونية والوطنية وحتى الدولية لا تستطيع أن تحرك ساكن. ماذا نفسر هذا الصمت؟ ماذا نقول؟ لا يعني الآن الحكومة اليمنية متواجدة داخل الرياض، ويقول اليوم هناك تسريبات تقول بأن الحكومة اليمنية ستجتمع غدا لبحث الأوضاع في عدن. يعني ماذا سيقولون؟ ماذا سيقدمون للشعب؟ لن يقدموا أي شيء. هذه الحكومة متواطئة، هذه الحكومة لا يعول عليها. والحل لكن للأسف الشديد حتى مجلس النواب اليمني لم يحرك ساكن، وحتى رئيس مجلس النواب لم يستطع يقدم رسالة. طلب منه أن يقدم رسالة ولم يتكلم، رفض. نحن أمام نخبة فاسدة تدير دفة الحكم في هذا البلد المنكوب. هذه النخبة لا يهمها سوى مصالح الشخصية. هذه النخبة إذا أرادت أن يكون هناك انتصار حقيقي فعليها أن تربط على بطنها وأن لا تستلم يعني مستحقات من التحالف العربي. نحن اليوم أمام تواطئ من نخبة يمنية تدير دفة الحكم داخل الجمهورية اليمنية، وهي من تشرع للانقلابات العسكرية سواء التي حصلت في صنعاء أو التي حصلت في عدن. نعم، دكتور عادل دوشيل المحلل السياسي كنت معي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفي من العاصمة المؤقتة عدن الصحفي أحمد ماهر. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني وزارة الداخلية والخارجية والنقل علقت عملها في العاصمة المؤقتة عدن، برأيك هل يمكن أن تحقق هذه الخطوة ضغط على المجلس الانتقالي وإجباره بالتالي على الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها؟ بالنسبة إلى الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية أو وزارة النقل من إيقاف عملها، هو أمر طبيعي لأن العاصمة المؤقتة عدن تعتبر محتلة من قبل قوات المجلس الانتقالي، ولكن هذه الخطوة تصب بصالح المجلس الانتقالي لأنه بالأصل اقتحم 10 مؤسسات الدولة الخدمية للعاصمة المؤقتة عدن،
واصبح هو المسيطر عليها. وهناك اخبار انه سوف يتولى قياده اكثر الادارات الموجوده في عدن، بل اصدر بيانا في ذلك. الضغط على المجلس الانتقالي يحكمون في الضغط على القياده السعوديه التي هي مسؤوله عن التحالف في اليمن اولا، لان القياده السعوديه هي التي تستطيع فقط التاثير على دوله الامارات التي هي الداعمه الاساسيه للمجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي يعمل على توجيهات دوله الامارات ولا يقدم على عمل الا اذا كان لديه ضوء اخضر من الامارات. لهذا دوله الامارات هي المسؤوله عن اي عمل يقوم به المجلس الانتقالي في عدن، اما من اختطاف افراد او ضباط الحمايه الرياديه او بعض المعارضين له او اقتحام مؤسسات الدوله في العاصمه المؤقته عدن. نعم، ابقى معي سيد أحمد، أعود إليك ضيفي عبد الرقيب. يعني بعد أن تم فرض سيطرة الانتقال على العاصمة المؤقتة، هناك من يقول أن الإمارات تخطط لإخراج المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية من يعني من سلطة الرئيس هادي، وبالتالي إذا ما تم التعبير يعني إسقاط شرعية هادي. برأيك ما مدى توافق هذا القول مع ما يحدث في العاصمة المؤقتة؟ منذ مجيء التحالف العربي إلى اليمن يعني كان هناك هدف ثاني معلن وهو نصرة الشرعية، لكن الممارسات التي رأيناها على الأرض وتحديدا من الإمارات العربية المتحدة كانت العكس من ذلك، عملت على منع الحكومة الشرعية من التواجد ومن العمل ومن الحركة منذ اليوم الأول. للإمارات أجندة خاصة هي التي تتحرك وفقها وهي مطامعها، هي أرادت ضمن جولات كبيرة أن تضغط على الرئاسة وعلى الحكومة للحصول على هذه المطامع، الجزر والموانئ والمطارات وتحديدا جزيرة سقطرى. عندما لم تفلح في هذا الضغط اصطنعت هذه الادوات، هذه القفازات القذره كالمجلس الانتقالي والحزام الامني، واغرقت هذه المحافظات في هذه الفوضى وفي هذا العبث. لكن اؤكد انا على نقطه اثيرت قبل قليل، وهي ان لدى الرئيس هادي خيارا وحيدا الان امامه، امام هذا العبث الجاري في عدن. التحالف العربي، الامارات العربيه المتحده والرياض جاءت الى اليمن وفق طلب من الرئيس عبد الرب منصور هادي. وجودهما في اليمن بغطاء قانوني وفره الرئيس عبد الرب منصور هادي. واجب الرئيس عبد الرب منصور هادي ان يخاطبهما مخاطبه صريحه واضحه، ان يغير هذا الواقع وان يعيد الامور الى نصابها، او يخاطب الامم المتحده ومجلس الامن ويرفع الغطاء القانوني على هذه الاعمال وهذا العبث، ويترك ويتم تصنيفه هو تحت احتلال. نعم، اذا سيد عبد الرقيب، يعني هل تعتقد انه بقي بيد الرئيس هادي او الشرعيه ايا من اوراق اللعب سواء السياسي او العسكري للضغط وتصحيح الوضع فيما يحدث في العاصمه المؤقته عدن؟ نعم 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 سيدتي، الرئيس هادي يملك الشرعيه، يملك الغطاء، يملك اسباب وجود التحالف الامارات والسعوديه وهذه الادوات القذره التي تعبث في المحافظات المحرره، هو الذي يعطيها الغطاء القانوني. سمعنا قبل بالامس ان هناك رساله تعدها الرئاسه لمخاطبه مجلس الامن، وكنا نتوقع ان نسمعها اليوم وان تعلن، ان يرفع الغطاء القانوني عن هذه الميليشيات وان يدع الامارات والسعوديه في مواجهه مباشره مع الشعب اليمني، والشعب اليمني سيكون لديه خيارات كثيرة ومختلفة. نعم، عبد الرقيب الهدياني المحلل السياسي من العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد أحمد، هناك من يقول أن هذا القرار لا ينظر إلى العواقب حيث أن المتضرر منه فقط هم المواطنين. نعم، المواطن متضرر من هذا العمل، لكن ماذا بيد الشرعيه؟ هل تترك مؤسسات الدوله بيد المجلس الانتقالي يعمل فيها ويتصرف فيها كما يشاء؟ المجلس الانتقالي يتدخل مؤسسات المؤسسه الشرعيه ووجه واصدر قرارات وهكذا، هذا سوف يضر الشرعيه بشكل اساسي. لهذا الشرعيه اقدمت على هذا القرار مؤقتا كي تصل بحلا مع قوات السعوديه، التزمت السعوديه انها تخرج مجلس الانتقالي من عدن.
لهذا لم تطر هذه العيادة بشكل يحدث، واعتقد سيستمر الوضع على ما هو عليه العاصمة المقدسة عدن، وسيكون هناك قرارات حاسمة اما بنقل العاصمة المقدسة من عدن وإعادة الوزارات الى عملها في مناطق اخرى آمنة، او سيكون هناك حلول اخرى، لان نعم. الشرعية لن تصمت على هذا الخراب الذي يحدث في عدن، تصمت على اضرار المواطنين بهذه الخدمات. نعم، برأيك إذن كيف سيتصرف المجلس الانتقالي في عدن في ظل تعليق الحكومة الشرعية لعمل وزارتها هناك؟ مجلس الانتقالي لديه إمكانيات كبيرة أمام دولة الإمارات، إما إمكانيات مالية أو إمكانيات قوات وإمكانيات عسكرية وكل شيء، يمتلك كل المقومات، ولكن لا يمتلك القيادة أن تستقل إدارة هذه المؤسسات. لكن لا نعلم مثل ما قلت ما يتحدث في الايام القادمه، لكن هناك مجلس انتقالي دخل فيه في 14 اكتوبر في مؤسسه صحفيه تابعه لشركه الاداب، وبالضبط توفير لها مبالغ التي تقصد قبل الجاره، وهذا شيء صراحه يشير به تاثير شركه الاداب، فاي ضرر تقوم به الحكومه او قطع لاي في عاصمه مؤقت عدد سوف يفرض به المجلس الانتقالي بإشارة لدعم هذه المؤسسات حتى يستطيع استقطابها اليه. وهذا تقول الشرعية ألا تتصرف تصرفات سلبية وتتحرى دقة في إصدار القرارات، لأن أي قرار خاطئ سوف يصب في مصلحة الانتقال. نعم، إذا نكتفي بهذا القدر. الصحفي أحمد ماهر، كنت معي من العاصمة المؤقتة عدن، لك جزيل الشكر، كما أشكر ضيوفي من العاصمة المؤقتة عدن المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، أيضا من اسطنبول المحلل السياسي دكتور عادل دشيلة. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، كما هي لكم من معد هذه الحلقة ماهر أبو المجد. إلى اللقاء في حلقة قادمة.